ماشي، حضرتك اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم غادة السيد عبد القادر، مدرب بمركز التطوير التكنولوجي. النهاردة هكون معاكم في حلقة جديدة من المحاضرات التكنولوجية علشان أعرض مستحدث جديد من المستحدثات التكنولوجية الجديدة، ألا وهو المايكروبيت. من المسلم بيه أو من الحاجات المفروضة إن احنا نعرفها إن الثقافة التكنولوجية دايماً بتدعم التحول الرقمي. ليه؟ إن هي بتساهم في بناء جيل جديد من الكفاءات في مجال الحاسب الآلي. احنا لو بصينا لجميع جوانب الحياة وجميع المجالات اللي بتحيط بينا، هنلاقينا بنستخدم التكنولوجيا في كل حاجة، سواء كان في المجالات الهندسية، سواء كان في المجالات الطبية، المجالات الإدارية، المجالات المحاسبية. هنلاقينا بنعتمد على تطبيق المبرمجين على الحاسب الآلي. احنا كل يوم بنستخدم العديد من الادوات المبرمجه دي واحنا مش حاسين. كل الحاجات اللي حوالينا دي مبرمجه، سواء كان الموبايل، سواء كانت الثلاجه، سواء كانت الساعه، سواء كانت الغساله. كل دي اجهزه وادوات بتستخدم فيها البرمجه. هنا بتيجي اهميه البرمجه، ان احنا مش من الضروري ان احنا نكون متخصصين كفاية، بس يكون عندك فكرة. الفكرة دي بتحتاج لإرادة وبتحتاج لصبر علشان نقدر إن احنا ننفذها، ونقدر إن احنا نبرمج الحاسب الآلي ونستخدم ولو جزء بسيط من مبادئ البرمجة. يلا نشوف النهاردة هناخد إيه في المايكروبيت. هنتعرف النهاردة من خلال المحاضرة بتاعتنا على إيه هو المايكروبيت، ايه هي قصة الميكروبات، المكونات المادية لمميزاته، طرق برمجة الميكروبات، المكونات المادية للميكروبات، وبعد كده استخدام الميكروبات في خطة تعليم STEM. بعد كده عايزين نعرف ايه هو الميكروبات. بصوا حضراتكم في الشاشة دي، ده شكل المتحكم الرقمي المايكروبيت. طبعا المتحكمات الرقمية ليها أنواع وأشكال كتيرة. المايكروبيت أحد هذه الأشكال، في حاجة تانية اسمها الراسبيري، تمام؟ بعد كده بنقول ايه هو بنعرف ايه هو الميكروبيت. هو عبارة عن لوح الكتروني قابل للبرمجة، لوح شريحة صغيرة كده نقدر ان احنا نبرمجها. مفتوحة المصدر، يعني ايه مفتوحة المصدر؟ يعني نقدر نحط عليها كل اشكال وانواع البرمجية. حجمه صغير جدا، مساحته حوالي من 4 ل 5 سنتي. بيحتوي على 25 مصباح ليد باللون الاحمر، في ليدات باللون الاحمر دي بتضمن قطع إلكترونية ومستشعرات للحركة والحساسات، وبتؤدي مهام معينة. بنقول بتمت برمجة شريحة المايكروبيت دي عن طريق الجافا سكريبت، وبرضك عن طريق البايثون، وعن طريق اللبنات الجاهزة، عشان تخلي موضوع البرمجة بسيط وممتع بالنسبة لأطفالنا. يعني ده أكتر بالنسبة للأطفال، وعلشان نقدمه بطريقة سهلة وشيقة للبرنامج. من أهم الحاجات اللي احنا ممكن نعملها بالميكروبيت إن احنا نعرف درجة الحرارة، نعرف مستوى الإضاءة في الغرفة، وإزاي نتحكم في تشغيل وإضاءة اللمبات. على الرغم ان حجم الميكروبيت ده صغير جدا، لكن ان احنا بنطلق عليه اسم جهاز كمبيوتر. ليه؟ لانه عنده خصائص كتير من خصائص جهاز الكمبيوتر، زي استشعار الضوء بالحركة وعرض الرسائل النصية وغيرها. وكمان بيحتوي على اهم حاجة ممكن جهاز الحاسب يكون متكون منها، البروسيسور المعالج، الميموري الذاكرة، والبلوتوث. ايه هي بقى قصة المايكروبيت دي؟ تم الإعلان عن المايكروبيت عن طريق هيئة الإذاعة البريطانية خلال إطلاق حملة اسمها Make it Digital. عملوا ايه؟
قالوا هنوفر 1 مليون جهاز للطلاب في المملكة المتحدة علشان نشجع الأطفال دول على المشاركة في كتابة البرامج الإلكترونية. فبدل ما الطالب يكون مستهلك فقط للمواد البرمجية أو للأجهزة البرمجية، لا، هم خلوهم أو وجهوا الطلاب دول يكونوا منتجين وليسوا مستهلكين، يعني ينتجوا الوسائط البرمجية ويستهلكوها. فهيبقى فيه هنا عملية توازن بين الإنتاج والاستهلاك بالنسبة للأطفال. خلاص، تم الكشف عن التصميم النهائي لجهاز والمميزات بتاعت شريحة المايكروبيت دي في 6 يوليو عام 2015. بعد كده هنتعرف على مكونات المايكروبيت. خلينا أجيب الشريحة على طول ونشرح عليها. ده شكل يا جماعة المايكروبيت. المايكروبيت لوجه ولو إيه؟ ظهر يعني أو خلف يعني. ده وش المايكروبيت. نشرح بقى جزء جزء ونركز مع بعض. بصوا، ده الجزء ده اسمه ليد ديسبلاي او لايت ايميتنج ديدو، ده صمام ثنائي باعث للضوء. يبقى الجزء ده اللي انا بشاور عليه ده اهو، اللي هو فيه نقطتين حمر دول، حاجه اسمها ليد ديسبلاي او صمام ثنائي باعث للضوء. ده بيعمل ايه؟ ده بيتحكم في التشغيل بتاع الشريحه او تشغيلها او اطفائها او درجه سطوعها تكون مشعه او غير مشعه. بصوا حضراتكم اللمبات، ال 25 لمبه دول، ال 25 لمبه دول، تمام؟ الاحداثيات بتاعه اللمبات دي بتبدا من اعلى الزاويه اليسار، يعني الاحداث بيبدا من هنا 5 باي 5. يبقى في الميكروبيت الاحداثيات بتاعته بتبدا 5 باي 5 اعلى زاويه اليسار، عكس الرياضيات. الرياضيات بتبدا من اسفل اليسار، الرياضيات بتبدا من اسفل اليسار، الرياضيات بتبدا من هنا اهو كده وكده، لكن اللي في المايكروبيت الاحداثيات بتاعته بتبدا من اعلى اليسار، اعلى زاويه اليسار، تمام؟ والاحداثيات بتبقى 5 باي 5 دي. او تاني حاجه، تالت حاجه عندنا زرين، لو ناخد بالنا ادي زر الاي ودي الزر البي. ايه الزرين دول؟ دول عبارة عن وحدات إدخال الأوامر لتنفيذ الأوامر البرمجية، وحدات الإدخال لتنفيذ الأوامر البرمجية. يبقى تاني من الأول، دول الجزء ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن صمام ثنائي باعث للضوء. بنعمل ده بيعمل إيه؟ بيتحكم في تشغيل وإطفاء الميكروبيت أو شريحة الميكروبيت، وبيتحكم في درجة سطوعها. إيه الحاجات دي؟ دول 25 لمبة ليد الإحداثي بتاعهم بيبدأ من أعلى الزاوية اليسار عكس الرياضيات 5 باي 5. تمام. بعد كده عندنا الزر A والزر B، دول زري تنفيذ الأوامر البرمجية وبيستشعروا بالضغط عليهم، لكن لما أضغط على الA بنفذ أوامر معينة، لما أضغط على الB بنفذ أوامر تانية، وفي أوامر بتحتاج إن أنا أضغط عليهم هما الاتنين في نفس الوقت. خلاص، بعد كده نركز في الجزء بقى اللي جاي، منافذ المنافذ أهي اللي تحت دول اللي هي باللون الذهبي ده، ده عبارة عن منافذ الإدخال والإخراج العامة، بيحتوي على 25 نقطة. تحتوي منافذ الإدخال والإخراج على 25 نقطة متقسمين كالتالي، 5 كبار أهم، B0 B1 B2 3V والجنت أو الجنت، تمام؟ يبقى عندنا المنافذ الإدخال والإخراج الخاصة بقطعة الميكروبيت عبارة عن 25 منفذ، عندنا منهم 5 كبار B0 B1 B2 3V والجنت، تمام؟ وبعد كده عندنا 20 منفذ صغير، حضراتكم هنا هتلاحظوهم كاتبين أساميهم، كاتب أساميهم هنا، عندنا آدي الـ P3 الـ P4 الـ P5 P6 P7 تمام؟ B8 B9 B10 B11 B12.
وبعد كده بتيجي لهنا البي 2 ديت اللي هي المنفذ اللي هو من ضمن المنافذ الكبيره، بعد كده بي 13 14 15 16، بعد كده بتيجي المنافذ الخاصه ب 3 في، هنا 3 في 3 بلس وهنا 3 في 3 بلس، اهم الاثنين دول خاصين بمنفذ 3 في. بعد كده بتيجي البي 19 والبي 20، وبعد كده منفذين تانيين خاصين بالجند، جند 1 وجند A2. تمام، يا رب اكون فهمت الجزء ده من الوجه بتاع الميكروبيت. هنيجي هنا برضك من الملاحظ، هنقول هنا اللي هي ال 3 في والجند دول يعني عبارة عن ايه؟ 3 في والجند دول عبارة عن توصيل الطاقة الموجبة والسالبة للجهاز، عبارة عن توصيل الطاقة الموجبة والسالبة للجهاز علشان نمكن المستخدم من تشغيل أجهزة خارجية زي محركات البطاريات، استخدام البطاريات أو استخدام اليو اس بي. يبقى عندنا 3 في وعندنا الجند تستخدم لتوصيل الطاقة الموجبة والسالبة للجهاز علشان نوصل بيهم البطارية أو علشان نوصل الـ USB. ده الوجه بتاع الميكروبيت. يلا نروح على الظهر بتاعه. ادي الظهر بتاع الميكروبيت. ايه بقى الحاجات دي كلها؟ لا انا بيهمني في الحاجات دي اول حاجه البروسيسور او المعالج الرئيسي. ايه المعالج الرئيسي دوت؟ بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه جمع للبيانات والبرامج، بنخزن فيه البيانات، بنعالج البيانات في الميكروبيت عن طريق الايه؟ المعالج دوت. هو المسؤول الرئيسي عن تشغيل البرنامج، هو المسؤول الرئيسي عن تشغيل البرنامج. عندنا في شريحة الميكروبيت ها حاجتين، أول حاجة ذاكرة متنقلة ARM، ذاكرة متنقلة ARM مساحتها 128 كيلو بت، وعندنا ذاكرة مؤقتة RAM مساحتها 6 البيانات والبرامج، وبنخزن فيها المعلومات على الميكروبيت. المسؤول عن تشغيل البرنامج عندنا نوعين من الذاكرة داخل الشريحة، ذاكرة متنقلة ARM صممت بمساحة 128 كيلو بت، وعندنا ذاكرة مؤقتة RAM وصممت بمساحة 16 كيلو بت. دي أول حاجة. تمام، يا رب ايه نكون ايه فاهمين. تاني حاجه بنتكلم عليها الجزء ده، دوت اسمه ايه؟ الريسيت. سر الريسيت او اعاده التشغيل، ده الزر الخاص باعاده التشغيل، هو ده اللي في النص ده، زر اعاده التشغيل الميكروبيت، وبيشغل البرامج، بيشغل البرامج بالبدايه مع ايه؟ مع ان هو بيحتفظ بالاوامر المبرمجه اللي تمت بالفعل جوه. يعني انا لما اعمل انفذ برنامج او انفذ جزء برمجي على شريحه الميكروبيت وارجع اعمل لها عمليه اعاده تشغيل او عمليه ريست، ما بتمحيش الاوامر اللي انا عملتها قبل كده، لا هي بتفضل موجوده داخل الشريحه. بعد كده بنتكلم على الجزء الابيض ده اللي هو ايه؟ مدخل البطاريه. ده من خلاله بنقدر نوصل الميكروبيت بالبطاريه المرفقه معاه علشان نعمل لها عمليه شحن عن طريق كابل بيشبه كابل الايه؟ الموبايل. بعد كده عندنا مدخل اليو اس بي. يبقى احنا قلنا ده المعالج، دوت الريسيت، ده مدخل البطاريه. اما الجزء ده بقى اهو الجزء دوت اسمه ايه؟ مدخل اليو اس بي. يمكن من خلاله تحميل وتنزيل البرامج سواء عن طريق اجهزة الويندوز، اجهزة الماك، عن طريق اسلاك اليو اس بي الموجودة مع الميكروبيت. تمام، ممكن من خلاله ان احنا نعمل عملية توصيل شريحة الميكروبيت ده بالكمبيوتر والانترنت. تمام، بعد كده في هنا اليو اس بي ده بردك ليه فوائد كتير جدا. اول حاجه بننقل منه الاوامر المبرمجه، بنقل منه الاوامر المبرمجه من الكمبيوتر لشريحه الميكروبيت او العكس، انقل منه الاوامر من شريحه الميكروبيت للكمبيوتر او انقل منه حاجه انا نفذتها على الكمبيوتر وتتحط على الشريحه دي باستخدام الكابل الخاص بيه. في هنا نقطتين بس تقريبا هما مش باينين قوي، في هنا نقطة وهنا نقطة، هي عبارة عن خرمين كده،
خرمين. ايه الخرمين دول؟ خرمين لتركيب وتثبيت الميكروبيت. افرض انا عايزه مثلا استخدم الميكروبيت على تنفيذ مثلا لعبه معينه، طب انا هثبتها ازاي على اللعبه؟ لا، في خرمين كده اقدر من خلال مثلا اللعبه دي علشان اقدر انفذ البرمجه الخاصه بيها. تمام؟ بعد كده بنتكلم على المكونات الماديه. يبقى كده الظهر بتاع الميكروبيت قلنا بيتكون من المعالج، وبيتكون من الريسيت والمدخل، والمدخل اليو اس بي، واللي هم الخرمين اللي بيبقوا موجودين هنا اهوت، دول علشان اثبت بيهم الميكروبيت على لعبه او على قطعه من القماش. بنقول ان المكونات الماديه او الحساسات اللي هي السنسورز اللي جوه الشريحه دي على الرغم من صغرها بتعمل على كشف الحاله المحيطيه الفيزيائيه. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت له مثلا برمجت الشريحه دي، انت لو اتحطيت في كوبايه واتحطيت ميه ساقعه اظهر لي وجه بيضحك، لو حطيت ميه سخنه هيظهر لي وجه ايه؟ غضبان. ده انا اللي ببرمجه على كده. يبقى هنا في حساسات موجودة داخل الشريحة دي بتعمل على كشف الحالة الفيزيائية للأدوات والمواد، عشان كده احنا بنستخدمها مع إنترنت الأشياء، بنستخدمها مع الزراعة، مع المناخ أو الطقس، مع التربة وهكذا. بتحتوي قطعة الميكروبيت على عدد من المستشعرات المدمجة، داخل ذاتيا أو بيلت إن داخل القطعة دي، زي حساس درجة الحرارة زي ما قلنا، حساس الحركة، حساس الضوء، البلوتوث، والإيه؟ البوصلة. يعني احنا مش محتاجين علشان اقيس درجة الحرارة ان انا استعين بحساس خارجي، او علشان اقيس الضوء احتاج الى حساس للضوء خارجي، لا، كل دوت محطوط او بلت ان داخل شريحة الايه؟ الميكروبيت. لكن مثلا عندنا من ضمن المتحكمات الرقميه اللي هو الراسبيري، لا، ما عندوش الحساسات اللي فيه، مش بلت ان، لا، لازم استعين بحساس خارجي علشان اعرف درجه الحراره، او علشان اعرف درجه الضوء او سواطع الضوء. بعد كده بنقول ايه هو بقى الجديد في الميكروبيت. قلنا الميكروبيت في الأول أول ما ظهر علشان أقدر أسمع الصوت، أو علشان أقدر إن أنا أسجل صوت، لازم أحتاج إلى إن أنا أوصله بسماعة خارجية عن طريق البنز اللي موجودة تحت اللي إحنا قلنا عليها اللي تحت دي. لكن من 3 شهور تقريبا أو من 4 شهور تم إنتاج قطعة مايكروبيت مدمج فيها الميكروفون ومدمج فيها السبيكر، خلاص؟ ودوت خلانا نستغنى عن التسجيل باستخدام أجهزة إيه؟ خارجية. تمام؟ إيه هي طرق برمجة الميكروبيت؟ عندنا 3 حاجات للبرمجة. أول حاجة البرمجة، أول حاجة بنقول علشان نعمل برمجة الميكروبيت لازم نكون، مش بالضرورة نكون عندنا قطعة الميكروبيت دي، لا، إحنا في برامج متخصصة دلوقتي بتترجم الميكروبيت أو بتقوم مقام قطعة الميكروبيت. إزاي؟ أنا عندي برامج خاصة بالسمارت فون اللي هو، عندنا برامج خاصة بالسمارت فون اللي هو تطبيق الميكروبيت ده بنختاره من متجر بلاي، أو عندنا برامج أوف لاين، يعني أنا بنزل البرنامج اللي اسمه ميك كود على الكمبيوتر عندي عن طريق متجر مايكروسوفت ستور على الجهاز الخاص بيا، أو إن أنا بشتغل أونلاين على عبر منصة الميك كود. إيه هي بقى مميزات الميكروبيت؟ أول حاجة الميكروبيت بيدعم لغات برمجة كتير جدا، زي لغة السي، لغة السي بلس بلس، لغة البايثون، ولغة الجافا سكريبت. دي أول حاجة من مميزات الميكروبيت. تاني حاجة بيدعم العديد من البيئات والمنصات، زي نظام الويندوز، زي نظام الماك، الروسبيري بي، والجوال أو الموبايل. بعد كده ليه انت بتستخدمي الميكروبيت ده؟ اول حاجه
أنا بستخدم ميكروبيت علشان أقدر أثقف المجتمع بأهمية التقنيات الحديثة. ليه أنا بستخدم التقنيات الحديثة؟ لازم أطور مهارات الطلاب وجعلهم مستهلكين للتقنيات، وجعلهم من مستهلكين للتقنيات إلى منتجين للتقنيات، مش بس إنهم يستهلكوا في التقنيات الحديثة، لا، أنا بعلمهم من صغرهم إن هم يعملوا عملية إنتاج للمنتجات دي عن طريق برامج برمجية صغيرة بتعلمهم ازاي يبرمجوا، وبعد كده كل ما يكبروا كل ما العملية تزداد تعقيد او العملية تزداد صعوبة بالنسبة لمستوى تفكيرهم. للتفكير الناقد علشان نحل مشكلات معينة داخل البيئة، سواء خاصة بالبيئة المحيطة بنا كأفراد او عن طريق انترنت الاشياء، انترنت اوف ثينجز، بنعمل أشياء خاصة أو بنحل مشكلات خاصة بالبيئة، خاصة بالتربة، خاصة بدرجات الحرارة والاحتباس الحراري وهكذا. إحنا دلوقتي بنعتبر إن التقنيات الحديثة دي جزء من منظومة التعليم. إحنا منظومة التعليم الحديثة واللي بتعتمد دلوقتي على استخدام التقنيات الحديثة داخل التعليم، بنوجه الطلبة لضرورة البحث والاطلاع عن مصادر تكنولوجية جديدة يقدروا إن هم يستخدموها، سواء من خلال استخدام المنصات التعليمية المختلفة، سواء من خلال الابتكار، سواء من خلال الطريقة الإبداعية اللي بيقوموا بيها بعرض الأنشطة داخل الفصول، وخاصة إن إحنا بنستخدمها في برنامج STEM. جهاز الكمبيوتر قلنا، وإنترنت الأشياء قلنا، المرتبطة بالبيئة، مرتبطة بدرجات الحرارة، مرتبطة بالتربة، مرتبطة بالضوء، مرتبطة بالاحتباس الحراري وهكذا. بعد كده لما نقول استخدام المايكروبيت في برنامج STEM، البرمجة باستخدام المايكروبيت دي خلاص منهج بتدعم منهج STEM في التعليم. إزاي؟ بنعمل دمج للعلوم مع الفنون مع الرياضيات، كل ده بنعمله عملية دمج مع إيه؟ مع التكنولوجيا باستخدام الميكروبيت. كل ده بنعمله في داخل البرنامج دلوقتي، هوريكم بعض الدروس اللي بنقدر من خلالها إن إحنا ندمج الرياضيات مع العلوم ونعرضها من خلال برنامج أو من خلال الميكروبيت علشان ندعم فكرة STEM في اللي هي مدارس المتفوقين. إضافة لكده إن البرمجة باستخدام الميكروبيت تدعم التعليم بالتصنيع. يعني إيه التعليم بالتصنيع؟ يعني إن أنا أحول العلم من مجرد علم مجرد إلى واقع ملموس. بحول العلم من علم مجرد إلى واقع إيه؟ ملموس. بعد كده البرنامج اللي احنا هنستخدمه أو هنتكلم عنه لإنشاء الميكروبيت هو برنامج ميكود، www.makecode.org. يلا نخش عليه، نبدأ مع بعض. ادي كتبت في الجوجل www.makecode.org، وهاجي هنا على الاختيار الثاني هنا اهو، وهضغط عليه هيظهر لنا الشاشه دي بتاعه الايه، الميك كود. هنختار هنا الميكروبيت، هضغط على دي كده اهو، هتظهر لنا الواجهة الخاصة بالمايكروبيت. ادي الواجهة الخاصة بالمايكروبيت، تمام. لو لاحظنا ان في تغيير كبير جدا للشاشة بتاعت المايكروبيت، ممكن من يعني من سنة كان شكل الشاشة دي مختلفة. خلاص ليه؟ لان الموقع ده موقع بريطاني يتم تحديثه باستمرار، تمام. كانت الواجهة بشكل مختلف عن كده تماما. لو نيجي مثلا هنختار مثلا اللغة العربية، مثلا لو عايزة اللانجوج، مثلا انا عايزة اشتغل باللغة العربية، ماشي، هضغط على هنا اللغة العربية كده وهضغط كده اهو، هتظهر لنا الشاشة باللغة العربية بالشكل ده. الشاشة دي اللي هي ترجمها فريق من المتخصصين في ترجمة اللغة العربية، بس ده الشكل القديم لبرنامج المايكروبيت. بص هنا كاتب لي ايه؟ This website is temporarily archived، يعني تم حفظه، تمام؟
لكن بيقول لك ايه فيزيت ذا نيو مايكروبيت اورج، يعني روح للشاشه الجديده. روح للشاشه الجديده اللي هي الشاشه بتاعت المايكروبيت باللغه الانجليزيه، هي دي الشاشه الـ الاصليه او الشاشه اللي تم تحديثها وتطويرها. بعد كده لما نيجي نبص على الـ التبويبات بتاعت المايكروبيت ديت، اول تبويب عندنا عايزين نتكلم عنه اللي هو تبويب بتاع البروجكت. تبويب بروجكت دوت يا جماعة بيعرض لينا مجموعة من المشاريع، بيعرض لينا مجموعة من المشاريع كده الخاصة بالميكروبيت جاهزة، عن طريقها ممكن إن أنا أعمل عملية برمجة، عن طريقها إن أنا أعمل عملية برمجة تمام، وعن طريقها أقدر أوصلها بحساسات خارجية. لو انا احتجت لمحركات، لو احتجت الاوراق، يعني لما افتح كل برنامج من البرامج ديت بيقول لي انا محتاج الادوات ايه بالظبط علشان اعمل المشروع وازاي ان انا ابرمجها تمام، وخصوصا عن الحاجات الخاصه بانترنت الاشياء. هنا بيتكلم عن الانيمالز، هنا بيتكلم على الجود هيلث، هنا بيتكلم على سوري تمام، هنا بيتكلم على الهيلثي اوشن، دي كلها حاجات يا جماعه خاصه بانترنت الاشياء تمام. ده اول تبويب بالنسبه لنا اللي هو البروجكت. عندنا تبويب ليسونز تمام، دوت التبويب دوت بيشرح لنا الدروس الفيزيائيه ويربطها بالرياضيات، وبعد كده بعد ما يربط الفيزياء بالرياضه بيرجع يعمل لها عمليه ايه؟ بيعمل لها عمليه برمجه عن طريق الايه؟ المايكروبيت. يعني ممكن مثلا ان مثلا ابني درس كامل من دروس ستيم باستخدام الليسون دي، واشوف ازاي ان انا اقدر اربط بين المايكروبيت وبين الدرس. ممكن نشرح عليه برضو درس كامل من دروس المايكروبيت. زي مثلا عندنا يا جماعه هنا اول درس من دروس داتا هاندلنج دوت، الدرس بتاع داتا هاندلنج ده عباره عن ايه؟ ده بيوضح الفرق بين البيانات الرقميه والبيانات التناظريه، ويوريك ازاي على المايكروبيت تقدر تمثل البيانات التناظريه والبيانات الرقميه وتبدا تعمل لها عمليه ربط عن طريق المايكروبيت. ده تاني تبويب. اهم تبويب بقى اللي احنا هنبدا نتعامل معاه اللي هو الليتس كود. اول ما اضغط على الليتس كود بيجيب لي الشاشه دي، انت عايز تعمل الكودز عن طريق ايه؟ يا عن طريق ميك كود اديتور او عن طريق البايثون اديتور. انت عايز تروح تعمل اكواد او تعمل برمجه اكواد عن طريق الميك كود اديتور ولا عن طريق البايثون اديتور؟ هلا هقول له لا انا عايز اروح عن طريق الميك كود اديتور. هنرجع للصفحه الرئيسيه اللي عندنا، هعرض لنا هنا النيو بروجكت لو انا عايزه اعمل مشروع جديد، هنا المشاريع اللي تم تنفيذها من قبلك، دي مجموعة من المشاريع الجاهزة، تمام؟ دي مجموعة من المشاريع الجاهزة. أول حاجة هنروح هنا على نبدأ على النيو بروجكت. هيقول لي انت عايز تسمي المشروع بتاعك ايه؟ هقول له عايز اسميه برو بروجكت مثلا 1 وهقول له كرييت. هتلاقي
هتبدأ تظهر لي الشاشة اللي قدامنا دي. هتبدأ تظهر لنا الشاشة اللي قدامنا دي متقسمة لمجموعة من التقسيمات. أول جزء ده اللي هو فيه شريحة المايكرو بت دوت، ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن جزء المحاكاة. يعني إيه جزء المحاكاة؟ إن إحنا نقدر من خلال الجزء ده إن إحنا نعاين المشروع قبل تحميله على قطعة المايكرو بت. ده بيساعد إن إحنا نعمل عملية تلافي للأخطاء وتصحيح للأخطاء. تمام. الجزء التاني ده عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن نافذة اللبنات. يعني ايه نافذة اللبنات؟ دي الخاصة او اسمها البلوكس، دي قائمة بجميع اللبنات الموجودة او المبرمجة المستخدمة علشان ننفذ الأوامر المبرمجة، وهي مصنفة حسب الوظائف اللي بنقوم بيها، مصنفة حسب الوظائف اللي بنقوم بيها. تمام. بعد كده الجزء ده خاص بإيه؟ عبارة عن نافذة أوامر المشروع. دي الجزء ده اللي هننفذ فيه أوامر المشروع، إن إحنا هنسحب من هنا لبنات معينة ونحطها هنا علشان نقدر ننفذ التعليمات المبرمجة. طيب إيه اللي موجود تحت ده؟ عندنا داونلود. نافذة داونلود لما بضغط عليها بعد ما أخلص المشروع بتاعي خلاص، بتنقلني لنافذة تانية بتقول لي أنت عايز تحفظ المشروع بتاعك فين؟ أقول له هحفظه مثلا على الديسك توب على الجهاز بتاعي. وبعد كده بروح جايبة، لو أنا عندي طبعا الشريحة، بجيبها بوصلها بالكابل اليو اس بي وأنقل عليها البرمجة اللي أنا عملتها، أنقلها على الإيه؟ على الشريحة. بعد كده نافذة أوامر المشروع احنا اتكلمنا عليها، نافذة أوامر المشروع بيتم السحب والإفلات فيها. بعد كده بنيجي على السيف، دي بنعمل سيف للمشروع بعد ما بنخلصه. تمام. هنا دي السهمين دول الأندو والريدو الخاصة بالأوامر بتاعتنا. هنا ديت اسمها اللي هي زوم أوت والزوم إن، زوم أوت والزوم إيه. احنا يا جماعة علشان نعمل عملية برمجة لازم نعرف حاجة معينة، لازم نعرف ان احنا عندنا مدخلات وعندنا معالجة وعندنا مخرجات. المدخلات دي اللي هي الانبوت بتاعتنا دي بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن لبنات جاهزة، وبتكون عبارة عن أزرار ميكروبيت، إما الزر بيبقى اسمه الزر A أو الزر B اللي احنا كنا شرحناهم في الشكل أهم. دول ادي الزر A وادي الزر B، دي عبارة عن المدخلات او ازرار المدخلات بتاعتنا، او ان احنا هنحرك المايكروبيت زي ما هنشوف بعد شوية، هنحركه إمالة لليمين إمالة لليسار، عملية اهتزاز، تحريك الشاشة لاعلى تحريك الشاشة لاسفل، او عملية اسقاط المايكروبيت. الحساسات الداخلية الموجودة داخل شريحة المايكروبيت او اللي موجودة في البرنامج بتبقى بتسمح لينا بتوصيل ملحقات خارجية زي المصابيح زي السماعات زي الحساسات الخارجية لو احنا احتاجناها، بس ده كله already built in داخل الشريحة. بعد كده بنتكلم على المعالج. ايه هي المعالجة اللي لازم ان انا اعرفها داخل البرنامج؟ اول حاجة العمليات الحسابية، لازم اعرف عمليات الحسابية اللي هي الزائد والجمع والطرح والقسمة والضرب. عندنا اللي هي العمليات الشرطية، مجموعة من العبارات الشرطية باستخدام F وباستخدام العمليات المنطقية. بعد كده عندنا حاجة اسمها العمليات التكرارية اللي هي تكرار مجموعة من الأوامر. ده بيساعدنا ان احنا ما نكتبش أوامر كتير زي ما في البرمجة العادية، لا بنعمل عملية تكرار للبلوكات او تكرار للبنات ديت، بتقوم بعملية تنفيذ أوامر متكررة زي الريبيت وزي الوايل وزي الفور.
بعد كده بنتكلم على المخرجات بقى بتاعت الميكروبات. يبقى احنا اتكلمنا على عمليات الادخال، ان احنا الادخال بيتم عن طريق الزر A او عن طريق الزر B او عن طريق الايميلات المختلفه للميكروبات. ده كل ايميله بتنفذ عمليه معينه زي ما هنشوف بعد شويه. او بنتكلم على العمليات الحسابيه اللي احنا سواء كانت عمليات تكراريه او عمليات منطقيه. بعد كده المخرجات بقى بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عبارة عن نصوص، بتبقى عبارة عن أرقام، بتبقى عبارة عن صور، بتبقى عبارة عن أصوات. والمخرجات دي بنعمل لها داونلود على الجهاز الخاص بينا، جهاز الكمبيوتر الخاص بينا، وبعد كده بننقلها لشريحة الميكروبيت علشان نستخدمها في تنفيذ برامج أو بروجكتس معينة. تمام؟ أول هننفذ مع بعض مجموعة من المشاريع. أول مشروع هننفذه مشروع بسيط جدا. اول حاجه بنديه للطلبه صغيرين قوي علشان نعرفه ازاي يعمل ترتيب للاوامر تحت بعضها، ازاي بنرتب الاوامر تحت بعضها. في مشروع القلب النابض دوت، اول حاجه عندنا هنا في منطقه العمل اللبنه اون ستارت وعندنا اللبنه فور ايفر. خلاص اللبنه اون ستارت معناها ايه؟ ان انا عايزك اول ما ابدا الميكروبيت تظهر لي الشريحه دي. هروح هنا هاجي من البيزك وهختار شو ايكون وهاخدها كده سحب وافلات داخل الايه؟ الشريحه بالمنظر ده. هفتحها كده اهو واقول له اول ما تبدا الشريحه او اول ما يبدا الميكروبيت خلي لي الوجه الباسم. تمام، اعمل كده ريسيت. اهي جت اهي، شايفين كده ناحيه الشمال بتتنفذ اهي. تمام، بعد كده فور ايفر انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل القلب النابض. هروح جايه هنا بيزك وشو ايكون واروح عامله لها دوبليكيت، يعني عايزاها مرتين، وهروح حطاهم ايه؟ اول واحده احطها كده وهختار القلب الكبير وهحط التانية تحتها كده واختار القلب الصغير. تمام، طب اعمل بقى عملية ريسيت. بصوا بقى كده ركزوا، اللي هيظهر ادي الوش الضاحك وبعد كده عملية القلب النابض. طب افرض انا مثلا مش عايزة ابدا بالوش الضاحك ده، افرض انا عايزة مثلا ابدا مثلا بكلمة او عايزة ابدا بجملة مثلا هلو ويلكم اي حاجة. خلاص برجع تاني للبيزك، هشيل دي كده، هشيل اللي هي الشو ايكون الاولانية دي. بص اول ما اعمل كده بتظهر علامة الايه؟ الديليت. تمام، هاجي للبيزك كده واختار شو سترينج واروح حطاها كده في الاون ستارت. ممكن هي فيها كلمة هلو، ممكن اغيرها واكتب مثلا ب ويلكم مثلا او هاي اي حاجة. تمام، بالمنظر ده، وهقول له هنا ريسيت. ادي كلمة هاي ظهرت الاول وبعد كده هيظهر القلب النابض. تمام، طيب افرض مثلا انا عايزه اعمل لوجو خاص بيا، بعد كلمه هاي يظهر لوجو خاص بيا قبل ما يعرض الايه؟ القلب النابض دوت. خلاص هروح على البيزك كده واختار دي كده واحطها بعد كلمه هاي. تمام، طب انا عايزه اكتب ايه مثلا؟ عايزه اعمل اي حاجه مثلا كده مثلا. اي شكل من الاشكال، ونفرض الشكل ده مثلا. خلاص عايز الشكل ده يبان بعد كلمه هاي. خلاص وبعد كده يظهر لي الايه؟ القلب الايه؟ النابض. اعمل ريسيت تاني اهو، اهي كلمه هاي وبعدين هيظهر لي الشكل اللي انا عملته وبعدين ظهر القلب الايه؟ النابض. تاني ادي كلمه هاي وظهر الشكل اللي انا عملته وبعد كده القلب النابض. ده مشروع بسيط جدا علشان اقدر اعلم الطفل الصغير او اعلم الطالب اللي لسه بادئ في عمليه البرمجه ازاي انا برتب الاوامر وازاي بعد ما برتب الاوامر بتظهر قدامنا على الميكروبيت. نصعب الموضوع شويه ونختار حاجه اصعب شويه ونخش على تنفيذ مشروع الاله الحاسبه. هنشيل كل ده كده. اه
تمام. ايه الغرض من مشروع الآلة الحاسبة ده؟ عايزين نتعرف على كيفية التعامل مع المتغيرات والعمليات الحسابية، وعايزين نوظف حساس الحركة في الميكروبت. هنستخدم حاجة اسمها حساس الحركة في الآلة الحاسبة دي. يبقى أول بروجكت عملناه، أول بروجكت عملناه اللي هو القلب النابض، تاني بروجكت بنعمله اللي هو مشروع الآلة الحاسبة. خلاص، أول حاجة حذفنا اللبنات بتاعتنا، هنيجي على ستارت وهقول له بيزك، خلاص، وهقول له شو ايكون، وهبدأ اسحبها لفوق كده وهختار علامة صح عشان بس اتاكد، واعمل هنا ريسيت اتاكد بس ان الايه الميكرو بيت بتاعي شغال. انا عملت الحركه دي علشان اتاكد ان المايكرو بت بتاعي شغال. هاجي بعد كده على الفاريبلز، خلاص، وهقول له ميك فاريبلز، هسمي هنا نم 1 وهقول له اوكي، وهرجع تاني اقول له ميك فاريبلز وهكتب نم 2 وهقول له اوكي. تمام، ظهر لي بالمنظر ده. هاجي هنا في الستار عايز اقول له خلي لي قيمه العدد الاول زيرو، يعني عايزين نصفر الاله الحاسبه، عايزين يبقى قيمه العدد الاول صفر وقيمه العدد الثاني صفر. تمام، هاجي هنا وهضغط هنا كده واروح سحبها لفوق تحت الايه علامة الصح. هنا قال لي ايه نم 2، لا انا هقول له انا عايزه نم 1 هتبقى ايه زيرو دوبليكيت كده، وارجع اسحبها هنا كده تاني واخلي لي النم ايه 2 زيرو. يبقى اول حاجه حطينا علامه صح او علامه تشغيل للمايكروبيت بتاعي، بعد كده عملنا عمليه تصفير للاله الحاسبه بتاعتي. قلت له النم 1 خليها صفر والنم 2 خليها بردك ايه صفر، يعني هنبدا من الاول. بعد كده هناخد الفوريفر بقى هنا كده، هنيجي هنا في الفوريفر، احنا عايزين لما نضغط على الاي هنا يظهر لي الاعداد بالترتيب، وعايزين لما نضغط على البي يظهر لي بردك الاعداد بالترتيب. خلاص، هاجي هنا على الانبوت، هاجي هنا على الانبوت وهختار اللبنه دي. تمام، اللبنه فور ايفر انا مش محتاجاها دلوقتي، اشيلها عشان مش نتلخبط. هختار هنا اون بوتوم ايه بريس، خلاص، يبقى احنا عايزين اللي هي اللبنه دي هي اللي تبقى قدامنا. خلاص، اخترناها منين؟ من انبوت، اخترنا انبوت واخترنا ايه اون بوتوم ايه بريس. تمام، خلاص، بعد كده من قائمه الفاريبلز هختار تشينج نم 1، نم ايه 1، علشان انا في ايه البوتوم ايه اهو، البوتوم ايه اهو، انا بنفذ للبوتوم ايه ده هو مختص بالعدد الاول، انا عايزه العدد الاول يزيد كل مره واحد، انا عايزه العدد الاول يزيد كل مره ايه واحد، يعني 1 2 3 4 كل مره يزيد لي ايه واحد. ازاي مره ايه؟ هنرجع تاني واروح للبيزك وهقول له ايه شو نمبر، اروح حطها هنا تحت كده. طيب انت عايز تعمل شو نمبر لايه؟ لنمبر 1، هروح على الفاريبلز كده وهختار نمبر 1 واروح جايه حطها هنا لازقاها هنا بالطريقه دي.
فاهمين الحتة دي ولا نعيد تاني؟ نعيدها تاني، امسحها كلها عشان نفهمها. يبقى انا عايزة اعمل عداد للزر رقم ايه هنا هوت، واخليه يعد من 1 2 3، يعني يزود كل مرة واحد. اروح جاية على الانبوت وهروح مختارة دي انبوت اون بوتوم ايه، بوتوم ايه الزر ايه، خلاص عايز انفذ اوامر ايه في الزر ايه. انا هروح على قائمة variables وهختار change num 1 num ايه 1 تمام by 1، يعني كل مرة انا هزود عدد واحد change num 1 by 1، وارجع اروح للبيزك اقول له ايه show number، يعني بين لي العدد تمام. انا هنا مش فاهم لسه، هو مش فاهم انت عايز انهي عدد، هقول له num 1. هروح على الفاريبلز واروح مختاره num 1 واروح جايه حطاها هنا كده اهو، تمام كده. طيب نيجي نعمل ريست كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. أنا بضغط على إيه يا جماعة؟ على الزر رقم إيه، على الزر رقم بي. نفس الطريقة هعملها للزر رقم بي، هاجي من انبوت هختار انبوت ايه، هحطها كده اهو، بصوا بضغط هنا واختار بي، انا عايز الزر ايه بي تمام اللي هو ده. طيب انا هعمل ايه؟ هروح على الفاريبلز واقول له هات دي اللي هو تشينج نم 2 بقى هنا، هنا ايه ركزوا، هنا ايه هنا ايه سوري هنا 1 هنا ايه 2 تمام. وهرجع اروح له في البيزك وهختار شو نمبر، واروح حطها تحت كده تحتيها تمام. قلنا شو نمبر للايه، للنم 2 بالمنظر ده. اجي هنا اعمل ريسيت تاني للمايكرو بت بتاعي، اضغط على الاي 1 2 3 4 5 6، وهضغط على البي 1 2 3 4 5 6. انا كده يا جماعه عملت ايه؟ عملت عداد، انا لسه ما عملتش اي حاسبه، انا كده عملت عداد. ممكن ان احنا نستخدمه زي المسبحه الالكترونيه اللي هي بيبقى عندها زرارين، زرار ريسيت وزرار بيزود 1 2 3 4. ده انا كده عملت الفكره دي، فكره المسبحه او العداد الايه الالكتروني. طيب يلا بقى ننفذ حساس الحركه. ازاي انا هنفذ حساس الحركه اللي هينفذ لي الاله الحاسبه؟ طلع بس دول كده فوق، ادي الجزء الاول من برمجه الاله الحاسبه، ان انا عملت الايه العداد. خلاص هاجي هنا في الانبوت وهضغط على اون تشيك. يعني ايه اون تشيك؟ يعني انت عايز الحركه دي بتاعت الميكروبيت ازاي. لو الحركه لفوق هننفذ امر معين، لو الحركه لتحت هننفذ. انا اللي بختار الحركه وانا بختار الامر اللي انا هنفذه، يعني انا اللي بختار الحركه وانا بختار الامر اللي انا هنفذه. هنعملها ازاي؟ هقول له هفتح هنا اهو من التشيك كده وهقول له حرك لي المايكرو بت ناحيه الشمال. طيب انت عايز لما يتحرك ناحيه الشمال يعمل ايه؟ هقول له يعمل لي عمليه ضرب. طب نفذي لو سمحتي عمليه الضرب. يبقى انا فتحت الاون تشيك واخترت تايتل ليفت وهبدا انفذ عمليه الايه الضرب تمام. من بيزك هنا هختار شو نمبر واروح حاطه كده تمام. ومن تبويب الماس يبقى انا من بيزك عشان انفذ العمليه عمليات الايه الحاسبه، يبقى من بيزك اخترت شو نمبر ورحت حطاه. هاجي هنا من الاله الحاسبه انا عايز انفذ ايه؟ انا عايز انفذ مثلا عمليه مثلا جمع، ولنفرض اهي عمليه الجمع اهي، واروح سحباها كده واروح لازقاها هنا اهو تمام. انت عايزه تجمعي ايه؟ انا عايزه اجمع العدد الاول مع العدد الثاني ايا ما يكون العدد تمام. هنيجي هنا من الفاريبل واروح حاطه num1
وهروح تاني من الفيريبل واروح حاطه ايه num 2. تمام، يبقى انا حركت التشيك بتاعتي ناحيه اليسار، وبعدين عملت هنا شو نمبر ورحت على الماس اهي، بصوا بقى حذفتها. ابدا تاني اعملها لكم تاني. يبقى هنا من الانبوت واختار اون تشيك، قلنا الاون تشيك دوت بيقول لك انت عايز تحرك الجهاز لايه، هقول له حركه لي ناحيه اليسار. طب انت عايز لما ناحيه اليسار ينفذ ايه، هقول لك انا ينفذ ايه. هضغط على البيزك وهضغط على شو نمبر واروح حاطاه هنا اهو كده اهو المنظر ده خلاص، واجي على الماس وهقول له انا عايز انفذ عمليه الجمع. تمام، عمليه جمع ايه؟ عمليه جمع العدد الاول num1 ومع عملية جمع العدد الثاني num2. طلع حرفه بس كده ادي. يبقى انا عايزة اعمل جمع العدد الاول مع العدد الثاني. طيب يلا تيجي ننفذ مع بعض. هادي اعمل له ريسيت. تمام، ادي هنا هقول له انا عايز مثلا رقم 2، العدد 2 زائد العدد 4 مثلا. 2 زائد 4 كام؟ 6. بس انا عشان عمليه الجمع تتنفذ انا لازم ايه اميله ناحيه اليسار. بص 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 6. تاني اعمل له ريسيت. خلاص هختار عدد هنا مثلا 4 5 اوكي، وهنختار من البي مثلا 4 اديني رحت ناحيه اليسار اداني 9. تمام، تعالوا ننفذ عمليه ثانيه. ادي الانبوت واختار اون تشيك. تمام يا بدعنا شويه. طيب هقول له لما نعمل عمليه لوك اب ماشي، وهقول له من البيزك شو نمبر واروح حطها تحت كده، ومن الماس انا عايزه اعمل عمليه ايه، عايزه اعمل عمليه ضرب. تمام، واروح منزلها تحت كده وهروح رايحه على الفاريبلز اختار نم 1 احطها هنا مش عارفه. خلاص بعد كده هجيب النم 2 واروح حطاها هنا. خلاص كده اتنفذت لي عملية ضرب. طب هعمل ريسيت. تمام، هنا قلت له مثلا 2 وهنا هقول له 3. 2 في 3 بايه؟ سوري جابها 4 مش مشكلة. 2 في 4 بكام؟ ب 8. شوف لما اطلع لفوق كده لما اضغط لتحت كده جات لي ايه 8. يعني هنا تنفيذ الاوامر بالاماله، تنفيذ الاوامر ان انا ميلته تحت جاب لي عمليه جمع سوري ضرب، لو لما ميلها كده جاب لي عمليه ايه جمع. تمام، دي تنفيذ الاله الحاسبه اللي عندنا. في برنامج ثالث عايزين ننفذه اللي هي تنفيذ توليد الأرقام العشوائية. هقول له new project هسميه مثلا برو 3 وهقول له create عشان يجيب لي project فاضي خالص بالمنظر ده. ايه المشروع اللي احنا هننفذه؟ هو مشروع توليد الارقام العشوائيه. يعني ايه؟ يعني احنا اظهر لي ارقام بطريقه عشوائيه 1 5 7 10 بالطريقه اللي انت عايزها، بتبدا من اول صفر لغايه الرقم اللي المبرمج بيحدده. بنستخدمها في ايه البرمجه دي؟ بنستخدمها في لعبه الحظ، بنستخدمها في حجر النرد، بنستخدمها ان احنا نختار شخص من مجموعه اشخاص، يعني نختار رقم 5 من اصل 10 افراد
المرض وهكذا. خلاص بعد كده انا هحذف الاون ستارت، انا مش هحتاج اون ستارت. تمام، هاجي على اللبنه فور ايفر كده، هنيجي على تبويب فاريبل وهقول له والله انا عايزه اعمل ميك ا فاريبل هسميه نم بس عشان الرقم متغير، مش عارف ما عنديش رقمين، عندي رقم واحد. تمام، وهيظهر لي بالمنظر ده. تمام، من قائمة variable هقول له ابدأ لي من الصفر، ابدأ لي من الصفر. خلاص، ومن الماس هختار بيك راندوم، بيك راندوم حطها هنا كده اهو. تمام، يبقى هنا علشان انفذ ارقام عشوائيه من قائمه فاريبل انا اخترت ايه سيت نمبر تو زيرو، وبعد كده لزقت فيه بيك راندوم من ماس، من قائمه ماس 0 تو 10. هرجع تاني للفاريبل وهختار change num to 1 وهعمل reset. سوري، لازم الأول أضغط على basic show number وبعد كده أضغط على variable بالمنظر ده. بصوا كده الأرقام عشوائية ازاي، ادي رقم 10، رقم 0، رقم 1. نعملها تاني، ننفذها لكم تاني. يبقى هنقول من بيزك، نفترض ان احنا ما عندناش اي لبنات، اهي فور ايفر هنا اهي، اهي بالمنظر ده، ادي الفور ايفر. بعد كده احنا عملنا هنا ميك ا فاريبل، عملنا باسم ايه نم. تمام، هاجي هنا في الفاريبل ديت هختار set num to 0 بعد كده هاجي من mass هختار بيك راندوم بالمنظر ده، وبعد كده من البيزك هقول له شو نمبر، خلي لي النم هنا معناها رقم عشوائي، انا ما حددتش رقم لا واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اي حاجة، ظهر لي بالمنظر ده، اعمل له ريسيت اهي. 7 1 10، ده يا جماعة اللي احنا شرحناه دوت حاجة اسمها برمجة المايكروبيت. المايكروبيت من ضمن المحكمات الرقمية اللي من خلالها نقدر نعمل برامج كتير. خدوا بالكوا هنا لما انا ارجع للمايكروبيت الاساسي هنا، هنا البروجكتات ديت لما بفتح واحد واحد فيها بيعلمني الطريقة اللي انا ابرمج منها، هدف البرنامج اللي أنا عايزة برمجه، هدف الدرس بتاعي، بيكتب لي الخطوات بالظبط اللي أنا أمشي عليها علشان أعمل برنامج إيه مبرمج. تمام؟
بيكتب لي الدرس بتاعي علشان يعرفني ازاي بعمل برنامج مبرمج. يا رب النهارده اكون افدتكم بالدرس الميكروبيت ده، هو حاجه جديده ان شاء الله. هناخد برنامج تاني برضك بيستخدم الميكروبيت اللي هو تينكر كاد، وناخد السكراتش بتاعته في محاضره تانيه ان شاء الله. اشكركم جزيلا، ويا رب تكونوا استفدتوا من المحاضره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.